الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا من مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. إلهي سبحانه وتعالى أون حريص هودا بدافو ولكن عبد الرحمن محمد تليان لي قف ولبن وادمان يا مدينته والله سبحانه وتعالى إلهي تبارك وتعالى وباب باقي نغنيا الدنيا ده هدي علو دينينا النبي محمد بعلى قوار الله عليه الصلاة والسلام مركا واقيرين حدن لي قف ولبن أتشيسا إن لله ما أعضى إلهي سبحانه وتعالى وحب بحية سقا إسكاله إلهي تبارك وتعالى إن لله سبحانه وتعالى وحو بحي إسقال وحو قاتنا إسقال وكل شيء عنده بأجل المسمى شيء ولمن أجل مقعابي بإله كل سبحانه وتعالى فلنصبر ولنحتسب عن صبرنا أجر إله قد ابن سبحانه وتعالى مركا مرحوم قاسدتك وكتقي رقي الضمر با إله سبحانه وتعالى وحن قبر إن الصبر إيمان الله نكسي سبحانه وتعالى عاول خير قبل أن بدلو إسقنا أون حريستو قبرنا أو أسعية دنوتي سنة ونافو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن لكن تحسيب قدرنا مرحوم عبد الرحمن محمد تليان لي وهندي حالي تكبير يودي إلهي سبحانه وتعالى مركور وحنو ويديننا دنب داف إلهي وحنو ويديننا إنو جنة الفردوس وكو يرساقو إلكي يا غرابتي يا أصحابتي وكتغينا سمري يا إيمان كسيو إلهي أقول حريصة عبد الرحمن تليان لي الحاج عبد الرحمن محمد محمود فارح الله أقول حريصة إلكي وكتغينا يا محمد تليان لي يا شاعر عبد الرحمن يا دمال ومدك ولد الشيء وغوي دكتا ومد الصوماليين قال هان ومد الشيء صومالي لان قوله بارلمان كحزب دمال تأسيدا وايد لقبنا وانا قاسين الى الهي اون حريستو عود خير قبلنا الى هي خير كي هو بدلو اسغنا قبرك الله هو نورو انغنا دمان تين وانا بحي اوي صوماليين او دنتي بوها الحاج عبد الرحمن الله اون حريستو الى هي سمري ايمان هي نغسيه دمان تين talyan le oo geeriyooday layidhi dalkaasi ku geeriyooday hindiya waxaanu leenahay isaga iyo eheladiisii iyo qaraabadiisii iyo ab iyo abtiba iyo wixii islaamaba waa uga tacsiyadaynaynaa gaar ahaan raasuu ka dhintay ilaahay sabiliyo imaan ha ka siiyay cawl khayr qaba ilaahay dembigiisa iyo kii waadkiiba ha dhaafo wixii islaamaba dembigooda ilaahay ha dhaafo wuxuu ahaa intii joogay ifka nin taariikh kule oo wanaagsan oo la qiray kii yaqiinana waa qirayaa inuu nin qiimo la wacan oo islaama ahaa dalkiiyo dad kale wax ugu filan kii kalena waan u sheegaynaa waxaanu leenahay samir iyo iimaan dalka iyo dadka uu ka dhintay ilaahay naxariis jannada ha siiyo dadkii ehelkiisa weliba raas kale ilaahay cudur khayr qaba ha siiyo intaasaan ilaahay cabdiraxmaan maxamed taliyanle oo sidaan maqalay xalay ku geeriyooday dalka indiya ilaahay ha u naxariisto ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay qabriga ha u waasixiyo ilaahay jannat alfirdows ha geliyo waxaan tacsiib u wada diraynaa qoyska uu ka dhintay cabdiraxmaan maxamed taliyanle allah u naxariiste baarlamaanku qodwi macruufa ka ahaa intaa wakiilka ee dadka reer suuliya sanaag iyo cayn u ka dhintayna tacsida waa u wada diraynaa xisbiga uu ka tirsanaayo wadani ee hogaamiyayaasha ka mid ahaana iyaga laftoodana waa ugu tacsiyeynaynaa ummadda gaasunin
قضية دا سومال لاند عم نسمبوها إن بدنا كشقيني أنت أصحاب تاهاي صور الشقيين من قالي وها حدا لجود التيران سيء جريديس قد جودنا وعود التحسين إن إلهي هون حريستو إلهي نسمري إيمان أنت أو قوضك أنت ولا نسمري إيمان السيء وبالله